عليكم. وعليكم وعليكم السلام استاذ السلام شريف. ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك فندم؟ الحمد لله يا فندم. مساء الخير. اهلا وسهلا استاذ نور فندم. عايزين بس حضرتك نسال الدكتور الكبير بتاعنا. اتفضل يا فندم. عندي بس المدام عندها 43 سنه في مصر الم في المفصل الشمال كبير. انه مفصل معلش اسال حضرتك. معلش يا استاذ شريف، استاذ شريف انهي مفصل الدكتور بيسال حضرتك؟ حضرتك المفصل الشمال. الركبه ولا الفخذ ولا الكاحل ولا ايه؟ لا الفخذ يا فندم. الفخذ تمام تمام. وهي حضرتك بتقول عندها 40 سنة؟ 43 سنة. هل عندها تحديد في مدى الحركة بتاعت المفصل؟ بمعنى أنها مثلا ما تقدرش ترفع رجلها، تربط الجزمة، ما تقدرش تلف رجلها؟ يا فندم. عملت أي أشعاعات على المفصل قبل كده؟ ولا أي حاجة لسه مثل حضرتك ولا أي حاجة. طيب أنا أجاوب حضرتك. إحنا طبعا شكرا ليك يا أستاذ شريف، ميرسي لحضرتك. طبعا احنا حاجه مهمه جدا ان احنا نسال على اذا كان في تحديد في المدى بتاع الحركه بتاع المفصل، علشان ده بيبقى من ضمن العلامات اللي في الاول ان في مشكله في المفصل نفسه. قد يكون مش بالضروره يبقى خشونه، ممكن لو مجرد في ارتشاح في المفصل بتاع الفخذ نتيجه اي التهابات، اجهاد جامد للمفصل، حد وزنه زياده واجهد المفصل بدرجه كبيره وهكذا، ده كله بيؤدي الى ان يحصل تحديد في المدى بتاع الحركه بتاع المفصل. وعاده بنعرفها ان هو المريض مثلا بيقول لك انا ما بقتش اعرف ارفع رجل البس الجزمه بصوره طبيعيه، ما اقدرش اعرف احط رجل على رجل زي الاول، ما اقدرش الف رجل بدرجه كبيره وهكذا. الحالات اللي زي دي الافضل طبعا بكتير ان المريضه تعرض نفسها على دكتور في الاول، انه بالفحص ممكن يستنتج التشخيص بتاعها، ولو الفحص ما يقدرش يوصل للتشخيص احنا عندنا وسائل كتيره للوصول للتشخيص اكيد للسبب بتاع الحاله، اولهم طبعا الاشعه العاديه، ولكن في بعض الحالات قد بنحتاج نعمل رنين مغناطيسي عشان في بعض الامراض بنشخصها بصوره مبكره بالرنين المغناطيسي. فالافضل في حاله زي كده ان احنا ما نستناش، او ان احنا نقعد ناخد زي ما اوقات ناس بتعمل تقعد تاخد مسكنات وخلاص. مسكنات ده حاجه بتبقى صعبه جدا كمان. حتى على المعده بعد كده. بالظبط على المعده وعلى الكلى ليها اعراض جانبيه. بالظبط. هو ما فيش مانع لو المريض يجرب مثلا لو كان الالم لسه مبتدي بقاله يومين ثلاثه ياخد مسكن بسيط مثلا زي ماده الباراسيتامول ده لمده مثلا يومين ثلاثه وخلاص، انما لو الاعراض ما بتتحسنش بالمسكنات وكده لا، فاحنا مش عايزين ان احنا نبني العلاج بتاعنا ان احنا نمشي على مسكنات وخلاص، عايزين نعرف سبب المشكله ايه ونعالجها. طب دكتور هشام معانا اتصال تليفوني، استاذه هدى من سوهاج. الو مساء الخير. مساء النور، اتفضلي سؤال حضرتك يا فندم. لو سمحت اكلم الدكتور. دكتور هشام مع حضرتك. اتفضلي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. انا سني 68 سنه وانا وماشيه اتكعبلت فوقعت، فقمت بعد كده مش حاسه باي الم في ركبتي. قعدت امارس حياتي في البيت واطلع وادخل، وبعد كده حسيت ان انا مش قادره احمل على ركبتي اليمين، فرحت كشفت عليها. الدكتور عطاني قال لي اعملي كمادات ميه دافيه، وعطاني كريم، وعطاني علاج الخشونه يونوفيل، وعطاني مسكن ومضاد للالتهاب، وقال لي الراحه التامه. ليا دلوقتي 15 يوم وانا قاعده كمان يا دكتور بيبقى فيه لا مؤاخذه صليل بالم والم في جنب الركبه اليمين، يمين وشمال في نفس الركبه بس من الجنبين بيبقى الناحيه الخارجيه والداخليه. ايوه، وبعدين في ورم خفيف طلع في الفخذ، طلع على الفخذ من الناحيه اليمين من الجنب اليمين. تمام تمام. ومش عارفه يا دكتور اعمل ايه بعد كده، وكشفت واخدت العلاج بنظام وكده، ومفيش برضو احمل على رجليا في الم، ومن الوقت التاني في صليل عمال يتنقل في الركبه. تمام. من الجنب للنص للجنب الشمال في نفس الركبه. طيب انا هجاوب حضرتك. عندك اي سؤال يا دكتور؟ ربنا يخليك. شكرا يا استاذه هدى والف سلامه على حضرتك يا فندم. شكرا. الله يخليك. اولا احب الفت نظر المرضى والاطباء برضو ان احنا لازم نوضح للمريض المده المتوقعه للتعافي من المشكله اللي عنده دي قد ايه، ان في حاجات تخيلي مشاكل العظام يا دكتور بتبقى بتاخد وقت طويل. للاسف بالظبط يعني. كده ان هي الاستاذه بتقول ان هي بقى لها 15 يوم عندها الوقت، فطبعا مش متوقع ان يبقى في حاجه هتخف بسرعه في خلال ال 15 يوم الا لو كانت حاجه بسيطه جدا، وهي في الغالب لو حاجه بسيطه ما كانتش اصلا راحت للدكتور. بالظبط. فمن المهم برضو انا بقول الحكايه دي للاطباء علشان يوضحوا للمريض ان احنا بنشوف الحكايه دي كتير قوي، ان المريض يجي للعياده ويقول لي انا اصل انا رحت للدكتور وكتب لي علاج، فبقول له طب ما العلاج ده كويس جدا وبتاع، انت بقالك قد ايه بتاخده؟ يقول لي مثلا بقالي 10 ايام بس مش حاسس بتحسن. فهو يعني العلاج الدكتور كتبه كان مظبوط وكل حاجه،
ولكن اللي فاتوا يقولوا للمريض ان هو هياخد وقت قد كده علشان متوقع ان هو يحصل تحسن. بالنسبه للمدام هي الحاجه الكويسه في القصه عندها ان الحمد لله ما كانش فيه وجع وقت ما وقعت. ان هي بتقول وقعت وقامت ومشت بصوره طبيعيه، فده برضو يخلينا نستبعد بدرجه كبيره الاصابات الجسيمه اللي هو يبقى فيه كسر او شرخ او قطع جامد في اربطه وهكذا، انها مشت كويس في الاول. ولكن اللي بيحصل ان اوقات الاصابات اللي زي دي بتساعد ان يحصل التهابات وتورم في المفصل بتاع الركبه، فتبتدي الاعراض بتاعته بتظهر بعديها بكذا يوم. وعشان كده برضو الدكتور زي ما كتب لها على ادويه مضاده للتهابات ومسكنات، هي ممكن تساعد على انها تقلل الاعراض اللي موجوده عندها. احنا انا يعني مش مع حكايه الراحه التامه دي زي ما اوقات بينصحوا المرضى، ولكن احنا نتجنب الحاجات اللي بتحط عبء جامد على مفصل الركبه، وهم اربع حاجات بصفه عامه: الوقوف لفترات طويله مستمره ده مش كويس، طول نزول السلم نقلل منه، ما نقعدش على الارض او على كراسي واطيه، دايما نقعد على كراسي ارتفاعها 50 سنتي وليها مساند يد نتسند عليها واحنا بنقوم، وما نقعدش ونتني الركبه جامد تحتينا. فالاربع حاجات دي هي الحاجات اللي احنا نمنعها، ولكن المشي مش ممنوع، بس المشي يبقى المسافات بسيطه في حدود الالم ما يسمح لنا، ولو الالم برضو زياده يبقى زي ما قلنا للاخت قبل كده انها تستخدم عكاز في الجهه العكسيه، ده من الكسر او يعني او الإصابة من الوجع اللي عندها بالظبط كده، ده بيشيل 30% من الحبل من على مفصل الركبه، فيساعد انها تتعافى بصوره سريعه. حاجه ثانيه برضو مش عايزينها انها تاخد الادويه لفترات طويله مستمره، عشان زي ما حضرتك تشرفتي وقلتي الاعراض الجانبيه بتاعتها على المعده وعلى الكلى طبعا غلط جدا. بالظبط، فاحنا ناخدها في الفتره الاولانيه وبعد كده نخليها عند اللزوم. ولكن فتره 15 يوم ما هياش الفتره نقول لا ده الموضوع طول قوي بقى بالزبط. وهكذا لا ده شيء طبيعي وارد علشان مشاكل العظام هي بتاخد فعلا وقت طويل، وخصوصا ان الدكتور كاتب لها على دواء للخشونه، معنى كده ان هي عندها خشونه، والخشونه دي حاجه مش هتتعافى ما بين يوم وليله، فبرضه نبقى متوقعين انها تاخد وقت شويه، بس نتبع التعليمات اللي قلنا عليها، وخصوصا برضه لو كان في زياده في الوزن نحاول نقلل الوزن زياده ده على المدى الطويل عشان بيبقى له تاثير كبير. بالظبط. طب دكتور هشام معنا اتصل تليفون استاذ خالد الو من القاهره. استاذ مريم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دكتور هشام انت حياتك يا فندم. اهلا وسهلا استاذ خالد، اتفضل يا فندم. سؤال سريع بعد اذنك، انا كنت سمعت ان في عمليات تطويل للقوام لقصار القامه. أيوة. تمام. أيوة. حضرتك بس ممكن تكلمنا عنها شويه وايه هي شروطها وتحاليل اللي لازم تتعمل عشان العمليه دي؟ تمام يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا استاذ خالد، ميرسي لحضرتك. هو جراحات تطويل القامة وتطويل العظام دي من الجراحات اللي بنستفيد بيها قوي في حالتين: في الحالات اللي فيها فرق في الطول ما بين رجلين، ولكن الفرق ده يكون اكتر من 2 ل 3 سم، يعني لو مريض عنده فرق في الطول ما بين رجلين سنتي دي ما هياش مشكله كبيره، ويكفي انه يبقى يحط فرشه في الحذاء الناحيه القصيره وخلاص. ولكن لو مريض كان عنده اصابه او كسر قديم او مشكله في مراكز النمو وهو صغير بقى اصبح عنده فرق مثلا 5 6 7 سم ما بين الرجلين، ده يسبب له مشاكل كتيره، يخلي المشي بتاعه صعب، بيزك الحوض مع كل خطوه بيبتدي يميل، وده بيأثر على العمود الفقري. ففي الحالات اللي زي دي بنعمل جراحات التطويل بجهاز الإليزاروف اللي احنا شفنا صوره ليه من شويه. بالظبط اللي احنا شفناه. برضه بنعمل جراحات التطويل في الناس اللي هي طولها بصوره غير مش طبيعيه، يعني واحد مثلا كبير في السن ولكن طوله مثلا 130 سم 140 سم، فده كاستخداماته في الحياه اليوميه للعربيه للركوب بمواصلات وهكذا بتاثر عليه. ففي الحالات دي بنلجا برضه لجراحات التطويل. ولكن بعض الجراحات بتتم عملها كناحيه تجميليه. احنا عارفين طبعا في المجتمعات معظمها بيبصوا للشخص الطويل انه ليه هيبه وليه مركزه وليه مكانته وهكذا، فلو واحد قصر القامه عنده مأثر عليه من الناحيه النفسيه بدرجه كبيره، ودي حاجه راجعه لتقدير الشخص. بالظبط. برضه بنعمل له جراحات بتاعه التطويل. جراحه التطويل ببساطه هي ان احنا بنركب جهاز الإليزاروف، بنبتدي مثلا من عند عظمه الأصبع او عظمه الفخذ، بنركب جهاز الإليزاروف وبنعمل شق عظمي في العظمه بتاعه الأصبع، وبنستنى على الجهاز الإليزروف ده لمدة 10 أيام ما بنعملش فيه حاجة، وبعد كده عن طريق الصواميل اللي احنا بنحركها بنبتدي نطول العظمة بمقدار ملي كل يوم، فالطرفين بتوع العظمة اللي احنا كنا عملنا الشق نبعدهم عن بعضهم، فالعظمة بتحاول تلتئم فبتكون عظم جديد، وكل يوم بنبعدهم عن بعضهم بمقدار ملي لحد ما نوصل للطول اللي احنا عايزينه. احنا عادة بنطول في عظمة الأصبع ممكن لحد 5 و 6 و 7 سنتي، وبرضو نفس المسافة في عظمة الفخذ لحد ما نوصل للطول اللي احنا عايزينه، وبعد كده بنوقف التطويل ونستنى على المريض مدة ضعف المدة اللي احنا طولنا فيها لحد ما العظم يكون تماسك بدرجة التأم مع بعض بالظبط كده، وبعد كده نفك الجهاز ويمشي بصورة طبيعية.
ولكن احنا برضو لنا حدود، ما نقدرش مثلا نقول يعني في ناس بتجيلنا تقول انا عايز اطول 20 سنتي و30 سنتي، فليه بقى؟ للاسف احنا ممكن نطول العظمه فعلا ولكن الانسجه المحيطه بالعظام هتتاثر بدرجه ويحصل فيها تلف، العضلات والاعصاب بالذات والاوعيه الدمويه، فاحنا ما نقدرش، دول ليهم حدود ما ينفعش نطولهم اكتر منها، فما ينفعش ان احنا نطول بدرجه كبيره. فاحنا بنقول الحاجه اللي نقدر عليها 5-6 سنتي من عظمه الاصبع كمرحله، ولو المريض عايز يطول تاني بيبقى من عظمه الفخذ في مرحله تانيه لاحقه. طب دكتور هشام، تطويل القامه دوت بيحتاج سن معين ولا لا؟ كل ما بنعمله في سن صغير كل ما بتبقى النتائج بتاعته احسن، ما بننصحش ابدا ان احنا نعمله في حد تخطى سن ال 40 سنه. ولكن في الصغيرين الالتئام بتاعهم بيبقى كويس، ما بنعملهمش في المدخنين لان التدخين بيأخر الالتئام بتاع العظم، فالمدد اللي احنا بنتكلم عليها دي لا ممكن تزيد اكتر منها بسبب ان الشخص بيدخن. لكن دي عاده بنعملها في السن الصغير، وكل ما كان السن صغير كل ما كان هيستفاد اكتر وهيبقى احسن بالظبط. ولا لا يقول لك لا لسه عظمه ما تكونش هو هيطول طبيعي لوحده؟ لا لا، في عمليات تطويل بنعملها للاطفال. لو طفل مثلا عنده 7-8 سنين 10 سنين وعنده فرق كبير في الطول ما بين الرجلين هيبقى ما نقدرش نسيبه بفرق كبير مثلا 5 سم ما بين الناحيتين، هيعمل له مشاكل كتيره في الحوض وفي الظهر، والتطور والنمو بتاعه يطلع معيوب. يعني يبقى شكل العظام نفسها مش طبيعي. وبالتالي لا، في منهم بنعمل لهم في الاطفال، وده بالعكس ده الالتئام فيهم بيبقى اسرع من الكبار السن. طب دكتور